اسمي محمد الخطيب، خلقت وتربيت بمخيم شتيلة للاجئين الفلسطينية بالعاصمة اللبنانية بيروت. لم يشعر محمد يوماً وهو اللبناني لأم فلسطينية أنه غريب عن شتيلة. ولد هنا وعاش 23 عاماً في قلب المخيم ومع أبنائه. ذكريات ومراحل كثيرة اختبرها مع أقرانه الفلسطينيين دون أن يشعر يوماً أنه يختلف عنهم كونه يحمل الجنسية اللبنانية. فهذا المخيم قدم له كما قدم لهم علماً وحياة كريمة وصداقات ستبقى إلى آخر العمر. كانت تحس أنه أنا فعلاً ابن شتيلة. هذا المخيم له فضل كتير كبير على بناء شخصيتي. هذا المخيم قدم لي الكتير، يعني كلنا بنعرف أنه أنا يمكن لو ما المدرسة الأنروة فتحت لي باب أنه أكون عم بتعلم فيها، ما قدرتي أنه أفوت على مدرسة خاصة. حتى المدارس الرسمية بهذاك الوقت كانت كتير بعيدة عن المخيم. كان عندنا نفس الهدف ونفس الطموح ونفس الأحلام، كان عندنا إصرار على الحياة رغم أنه نحن عايشين ببيئة ظروفها الاقتصادية وظروفها الاجتماعية جدا صعبة، إلا أنه حابين أنه عندنا حلم وعندنا طموح أنه نصير شيء بالمستقبل. تخرج محمد بشهادة الماجستير بإدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية، لكنه بقي في المخيم ويعمل في مؤسسة فلسطينية تقدم له كامل حقوقه دون أي تمييز أو منة. وفي خضم الحملة على اليد العاملة الأجنبية يستغرب قرار وزير العمل اللبناني ويشعر أنه يمسه هو أيضا. أغلب رفقاتي هم خريجين جامعات ومثقفين، هدول خريجين الجامعات والمثقفين مش عم يقدروا يراقوا فرصة عمل خارج المخيم. ما في أصعب من أنك أنت تحاربي إنسان بلقمة عيشه وبرزقه، حتى لو كان فلسطيني. الفلسطيني مثل اللبناني لازم ياخذ حقوقه. فلسطيني خلق وربي بهذا البلد. قد لا يعرف الكثير من اللبنانيين أن أبناء بلدهم يعيشون بالألاف في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منذ عقود، وقد لا يعرف الكثير أيضاً أن المخيم يحضن من فيه دون تمييز، وأن أبناءه بمختلف جنسياتهم يعيشون سواسية ويتشاركون حياة كريمة رغم المعاناة والفقر. ليلى خليل الغد، بيروت.